أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ونشرة إخبارية جديدة، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية وذلك بمقر الكلية الحربية. وبدأت فعالية الاحتفال بعزم السلام الجمهوري فور وصول الرئيس السيسي إلى منصة الاحتفال. عقب ذلك أدى حرس الشرف من طلبة الكليات العسكرية التحية العسكرية للرئيس السيسي. وبدأ حفل التخرج لدفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية 2023 بمراسم وضع وسام الجمهورية العسكري على علم القوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة. وخلال الاحتفالية شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء الطلاب الخريجين لسلام الشهيد وتقديم التحية إلى أرواح الشهداء. وتضمن الاحتفال تنفيذ طابور العرض العسكري بمشاركة خريج الكليات العسكرية من مختلف التخصصات، كما شارك في العرض مجموعة من أعلام الدول التي شاركت مصر في حربها عام 1973. قام الرئيس السيسي والحضور بالوقوف تحية لأعلام الدول العربية الشقيقة التي شاركت مصر حربها عام 1973. وشهد الرئيس السيسي استعراض مجموعة من المعدات التي شاركت في حرب أكتوبر عام 1973 والتي أثبت فيها الجندي المصري مواقفه البطولية في استخدام أسلحة ومعدات تخطى بها قدراتها الفنية والقتالية ليسطر بها أمجاده وبطولاته. وشارك الفريق من الألعاب الجوية المصرية النجوم الفضية احتفال اليوم بتخريج طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية 2023 تزامنا مع ذكرى انتصارات أكتوبر، حيث قدمت الطائرات مجموعة من المناورات الجوية. وخلال الحفل جرى عرض فيلم تسجيلي حول تدريبات الأكاديمية والكليات العسكرية تحت عنوان مصنع الرجال. واستعرض الفيلم التدريبات الشاقة التي يتمرن عليها طلبة الكليات العسكرية من الكلية الحربية والجوية والدفاع الجوي والفنية العسكرية والكلية العسكرية التكنولوجية. هذا وزين سماء الكلية الحربية عرض للقوات الجوية بمقاتلات من طراز F-16 من الجيل الرابع ذات القدرة العالية على المناورة وتنفيذ المهمات الصعبة مثل الجو جو والجو أرض التي لها دور بارز في أعمال مكافحة الإرهاب. للمزيد ينضم إلينا على الهواء مباشرة اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. سيادة المستشار، يعني كيف تابعت هذا العرض وتخريج دفعة جديدة من خريجي الأكاديمية العسكرية؟ الحقيقة هي مناسبة، يعني مناسبة عظيمة فيها تجميع كليات العسكرية تحت مسمى الأكاديمية العسكرية. ويتم في هذه المناسبة اللي هي مناسبة الاحتفال بذكرى مرور 50 عام على حرب أكتوبر احتفال تخرج للجميع دارسي وطلبة الكليات العسكرية. الحقيقة وهذا تخليد عظيم وجميل جدا وكان حفلا متميزا. هذا الحفل طبعا حتى في كلمات الجميع رسوم السيد الرئيس هنأ الأسر والشعب المصري لهذا الجيل من الأبناء الذي سينضموا إلى الخدمة بالقوات المسلحة وسيكونوا استمرارا عظيما لأجيالهم السابقة للأجداد والأباء على دائما كما تعودنا منهم. وأوصاهم بصيانة والحفاظ على أمن واستقرار مصر والاستمرار في مسيرات التنمية حتى تتبوأ كافة ما يليق بها، بالإضافة إلى أن هناك تحيط بنا من جميع الاتجاهات الحقيقة العديد من التحديات والتهديدات التي تصل لدرجة المخاطر، فيجب أن ننتبه لذلك وأنه سيكون الاعتماد الرئيسي على أبنائنا من ضمنهم هؤلاء الخريجين.
خلال الاحتفال شاهدنا يعني قدرات ومهارات متنوعة لرجال القوات المسلحة، وهذه الاحتفالية تتزامن مع مرور 50 عاما واليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة. كيف تقرأ القدرات القتالية والجاهزية التي شهدها كل المصريين اليوم في هذا العرض العسكري؟ هي برضو دي لفتة ونقطة ذكية جدا من رجال القوات المسلحة، اعترافا بما قام به الجيل الذي شارك في هذه الحرب باستخدامه لمثل هذه الأسلحة، مع وجود وعرض لأحدث ما هو موجود في الترسانة العسكرية الآن في القوات المسلحة الذي يفوق بإمكانياته الكثير مثل هذه المعدات، رغم أن بعضا منها حتى الآن يشارك في بي يعني بيشترك معها في القوات المسلحة وبيسمح باستخدامه حتى، وده يدل على شيء يدل على الكفاءة القتالية وأعمال الصيانة الهامة التي تقدم لمثل هذه الأعمال، وقدرة أبنائنا الجدد بالكامل على استيعاب كل ما هو موجود في التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. كيف تابعت سيادة اللواء كلمة السيد الرئيس، وهي كلمة في غاية الأهمية، والنقاط والرسائل التي بعث بها السيد الرئيس اليوم؟ الحقيقة هي كلمة زي ما تعودنا من سيادته دايما، كلمة رصينة رشيدة بتناشد في الأساس وقف أعمال القتال على أخواننا الموجودين وأهالينا في غزة، وأنه إحنا مستعدين ودائما كما هو دائما، وإذا قدرنا فيما وسط أن إحنا دائما قادرين على تقديم الدعم والمساعدة والمساندة، وأن هناك اتصالات بتدور على أعلى المستويات مع الدول الشقيقة والصديقة وعلى مستوى العالم كله لإيقاف مثل هذه الأعمال والسماح بمد يد العون لأهلنا في غزة، وأن يجب أن نتيقظ وأن يعني نركز وأن نكون دائما حذرين من أن هناك هدف آخر هو هدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال تصدير أو إخلاء منطقة غزة، وإذا طبعا هدف يعني خطير جدا، ولابد ان احنا نكون كلنا واخدين بالنا وخاصه الشعب الفلسطيني. وانا شايف حتى الان شعبنا في غزه واهالينا في فلسطين واعيين لهذه النقطه بالذات واخدين بالهم منها جدا، وان شاء الله تمر هذه الظروف الصعبه والقاسيه ان شاء الله كما تعودنا دائما بجهود برضه مصر وتدخلها مع الدول الشقيقه والصديقه. السيد الرئيس في كلمته قال يعني نصا: لن نخذل أمتنا العربية، لن نخذلها أبدا، في وقت الحرب كنا مقاتلين وفي وقت السلام كنا نحن المبادرين. رسالة الحرب والسلام والحديث بشكل يعني في تأكيد على أن مصر دائما تمد يد العون لأشقائها، كيف قرأت هذه الرسالة؟ واضح جدا من الظروف المحيطة حولنا والتواجد المصري دائما في كافة الظروف حتى في الأزمات وفي الكوارث، مصر رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها حتى الآن، ولكننا بنقدم يد العون وبكل قوة وبكل أمانة وبأكبر قدر يمكن أن نقدمه. ملايين الدولارات، ملايين الدولارات بتم دفعها حتى في غزة في الهجوم السابق عن هذا الحالي. طب قدمت مصر رغم الظروف الاقتصادية الصعبة الكثير من الدعم لأهالينا في غزة لإعادة القادرين، وانا يعني لو بصينا حتى في من خلال القنوات الاخباريه هنلاقي ان هناك دعما جاهزا مستعدا للدخول لتعدينا في غزه، وهذا هو دعمنا كما هو كان موجود مع ليبيا وموجود مع السودان مع كافه الدول الشقيقه. كما اكد السيد الرئيس حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا، يعني صاغوا الميثاق العربي وجعلوا مصر أو جعلت مصر دائما في مقدمة الدول التي تدافع عن أمتها العربية. الحديث أيضا سيادة اللواء عن وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، يعني السيد الرئيس وجه رسالة مباشرة للمجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته في إيصال المساعدات الإنسانية وفي إنقاذ غزة بشكل مباشر. طبعا لأن هناك اتجاه تم استغلال ليس في صالح القضية، وهناك ميل الى الاتجاه الاخر بتحيز واضح رغم طبعا المعاناه التي يعاني من الشعب الفلسطيني، فلابد ان تبذل الجهود في هذا الاتجاه، ولابد ان العالم
يفيق وان ياخذ وضعه الطبيعي حتى في من خلال منظماته الدوليه الرئيسيه زي الامم المتحده وكافه المنظمات الدوليه الاخرى بالاضافه للدول العظمى والكبرى انها لابد والغرب بالذات انه هو يعني لا ينحاز لاي طرف ولكن ينحاز الى الشرعيه والى الحق والى حقوق الانسان الموجوده والمهدره الان داخل فلسطين وخاصه في قطاع غزه. رئيس ايضا وجه رساله مباشره للمصريين يعني اطمئنوا وستظل مصر امنه دائما. اهميه برايك ان يشاهد المصري او ان يتابع هذا العرض العسكري وتخريج دفعات جديده من الاكاديميه العسكريه، قيمه ذلك ورساله ذلك في الشارع المصري؟ رساله واضحه من خلال هذا العرض عندما الموجودين امامكم هم دول هم امتداد للاجيال السابقه التي حافظت على مصر خلال الاف السنين السابقه وهم امتداد لهم وهم من سيصونوا الامن القومي المصري والاستقرار في مصر واعمال التنميه، بالاضافه الى تقديم الدعم والعون اذا لزم الامر لكافه الدول المنطقه. ايضا من الرسائل التي تضمنتها كلمه السيد الرئيس التاكيد على ثوابت السياسه المصريه، وكما ذكر السيد الرئيس هي سياسه تسعى الى السلام والبناء والرخاء والتعاون مع الاشقاء بشكل كبير، و أكد أنه خلال الأيام المقبلة هناك تحرك واسع ومكثف للدولة المصرية مع قادة الدول العربية ومع حلفائنا في العالم لاحتواء هذه الأزمة. كيف ترى ثوابت هذه السياسة المصرية؟ أول هذه الثوابت هو أن مصر ليست لها أطماع وليست لها أي توجهات للدخول أو للاستيلاء أو للاستفادة أو لكسب تحقيق مكاسب من اي دوله او من اي مكان فموجود في المنطقه العربيه او معايا دول في العالم، ولكننا دوله تسعى دائما الى السلام ليس في الان فقط ولكن منذ عقود ونحن نسعى في هذا الاتجاه. دي نقطه مهمه جدا الحقيقه ركز عليها في البدايه. اما باقي النقاط الخاصه فهي طبعا القوات المسلحه دائما في التطور المستمر ونحن هو وكل ما هو حديث في العالم حتى نكون قادرين على تقديم الدعم والعون في اي مكان عندما يجد الجد او عندما يتطلب الامر سواء جزء او تنفيذ مهام خارج ارض الوطن. وبالتالي ما تم النهارده من عرض للقديم والحديث يؤكد هذا الكلام وهو اكد ثقته وانظروا الى ابنائكم الذين يقفون الان في ارض الصدور وشكر الاسره والعائله المصريه لها تقدم كثير شبابها وابنها لدعم الامن وصيانه الامن القومي واستقرار مصر. يعني المتامل للخارطه العربيه او المتامل لما يحدث غربا وجنوبا وشرقا، يعني السيد الرئيس اشار الى الحدود الغربيه في ليبيا والحدود الجنوبيه ما يحدث في السودان والان ما يحدث في قطاع غزه. الى اي مدى هناك حالة من حالات الوعي بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري إذا جاز لنا التعبير من كافة الاتجاهات؟ والنقطة دي بالذات واضحة ويتم التعامل معها يعني منذ أن بدأت فعليا على العين من كافة الاتجاهات الاستراتيجية. ولكن في الفترة الأخيرة هو كمان على أن وبين عمليات وحرب نفسيه واشاعات متعدده مغرضه غير حقيقه غرض انهاء الشعب ودفعه في اتجاه يحقق المصالح والاهداف التي يريد ان يحققها الاخرون. الشعب المصري نحن لا نراهن رهانا يعني خاسرا ولكن الشعب المصري له من الخلفيه ومن الخبرات ومن الدروس المستفاده من حروب سابقه وياما تعرضنا الى مثل هذه العمليات والحروب النفسيه والاذاعات الموجهه والشائعات المغرضه. وبالتالي الحمد لله وان شاء الله ستمر هذه المرحله الخطيره والصعبه على خير باذن الله وسنحقق الاهداف المطلوبه ونتمنى للجميع ان يعيش في هدوء وسلام واستقرار.
من الرسائل التي أكد عليها أيضا السيد الرئيس أن الأمم لا تصمد بقادتها فقط، لكن تصمد بقادتها وبشعبها. فكرة وقوف الشعب وراء القيادة، وخاصة في ظل الأزمات الكبرى، ونحن نتحدث إذا أزمة يعني تمر بها المنطقة، هذا التوحد أو هذا الصمود يجب أن يكون مع القادة ومع الشعب في نفس الوقت. هي الشعب المصري طبق هذه النقطة من زمان، ليس من الآن فقط، ويقف فعلا داعما لقادته ولقواته المسلحة ولشرطته ولجميع جسمه. وأنا بذكرك بما حضر وحصل في نكسة 67 عندما خرج الشعب المصري رغم وجود ظروف النكسة وعدم والهزيمة، لكن لم يستسلم الشعب المصري، بل وقف ودعم قيادته ومسألة الرئيس جمال عبد الناصر في هذا التوقيت. سأل أيضا الرئيس السيسي في إحداث الإرهاب بتاعة 25 يناير الماضي. إذن هذا الشعب واعي، ونحن لا نراهن على رهان خسائر بالخاسر، بالعكس شعبنا واعي ومستيقظ ومتيقظ لمثل كل هذه الأمور، ويمتلك من الخبرات ما يمكنه من تخطي كل هذه يعني التحديات والتهديدات. السيد الرئيس دعا إلى إعلاء صوت الحكمة وتغليب لغة العقل وإبعاد المدنيين والأطفال من هذا الصراع بشكل مباشر، ودعا يعني كافة الأطراف إلى ضبط النفس، أقصى درجات ضبط النفس. إلى أي مدى يمكن التقاط هذه الرسالة من قبل الأطراف اليوم؟ طبعا ده بيتوقف على الأطراف الأخرى، الأطراف التي خرجت وصعدت وتصعد وتدعو إلى إزالة يعني المنطقة بالكامل. كل هذا الحقيقة غير يعني غير في غير الاتجاه الصحيح. فالجهود التي بيبذلها ويتبذلها المسؤولين في مصر وبالتعاون مع الدول العربية والشقيقة، وخاصة أن اتصالاته مع قادة هذه الدول بتؤكد الجهود إن شاء الله المصرية في هذا الاتجاه، والتي ستؤتي ثمارها عن قريب وإن شاء الله نتخطى هذه العقبة. إذا عدنا مرة أخرى إلى هذا المشهد الاحتفالية التي تابعها المصريون جميعا بكل زهو وبكل فخر، أظهرت جاهزية واستعداد القوات المسلحة في السلم كما هو في وقت الحرب. لأن هنا رسالة يعني أود من حضرتك أن نوضحها أكثر، أنه جاهزية القوات المسلحة يجب أن تكون في وقت السلم على قدر وقت الحرب وأكثر أحيانا. أنا سأديك مثال واقعي حضرتك عشت معنا الفترة اللي فاتت، عندما حصلت الأزمة اللي موجودة في ليبيا الخاصة صح. بتغير الطقس أو المناخ، حصل هناك سيول. في خلال ساعات قليلة تمكنت مصر والقوات المسلحة من تقديم الدعم ونقله والانتقال إلى مكان الأحداث وتنفيذ وتوصيل كافة المساعدات المطلوبة في لا زمن. هذا إن دل على شيء يدل على الجاهزية والاستعداد العالي ليس للقوات المسلحة ولكن لجميع أجهزة الدولة، لأن كان جهد عظيم جدا على مستوى الدولة، ونحن نرى هذا الجهد المستمر حتى الآن، وفي وعي موجود فيه من خلال إنشاء المراكز التي بيتم إنشاءها الآن لإدارة الأزمات، وهذه المراكز أن تكون متحركة يمكن أن تنتقل إلى مقر أي أزمة. فمن هنا أنا بطمن حضرتك بطمن جميعا عندما نرى هؤلاء الشباب ونرى قواتنا المسلحة بهذه الجاهزية، وامبارح بنرى حفل تخرج كلية الشرطة بهذه الجاهزية، ثم التنفيذ العملي والفعلي على الأرض من خلال أزمات أديرت فعلا، وحتى لغاية أمس القوات المسلحة ومصر وبجميع أجهزتها جاهزة لتقديم الدعم والعون للإخوة الفلسطينيين في غزة. أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية تقدير إلى شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء ليظل الوطن باقيا وكرامته مصونة. وخلال الاحتفال بتخريج دفعات الكليات العسكرية والأكاديمية، أوضح الرئيس السيسي أن التاريخ صاغ ميثاق الشرف في وجدان الضمير المصري، ما جعل مصر في صدارة الدفاع عن الأمة العربية. أود كذلك أن أغتنم هذه الفرصة مع هذا الجمع الكريم
لتوجيه تحية تقدير وإجلال لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم. الذين قدموا أرواحهم ليظل هذا الوطن باقياً وتظل كرامته مصونة ورايته عالية خفاقة بين الأمم. شعب مصر العظيم، وجه حديثي إليكم وإلى كل شعوب الأرض بكلمات واضحة وعبارات لا تحتمل تأويلاً. إن حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا قد صاغوا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري، ما جعل مصر دائماً وأبداً في صدارة الدفاع عن الأمة العربية، مقدمة الدماء والتضحيات، باذلة كل ما تملك من أجل الحق العربي المشروع. حين كانت الحرب فكنا مقاتلين، وكان السلام فكنا له مبادرين. لم نخذل أمتنا العربية ولن نخذلها أبدا. وأكد الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفالية أن هناك تطورات شديدة الخطورة ومساع للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها نحو تصعيد، محذرا من أن الصراعات تخالف مبادئ الأديان ولا منتصر فيها ولا مهزوم. واليوم ونحن في قلب تطورات شديدة الخطورة وسعي دؤوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها، الساعي لإقرار السلام القائم على العدل وعلى مبادئ أوسلو والمبادرة العربية للسلام ومقررات الشرعية الدولية، إلى تصعيد ينحرف عن هذا المسار وإلى صراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم. صراعات تخل بمبادئ القانون الدولي والإنساني وتخالف مبادئ الأديان والأخلاق. وإدراكاً مني ويقيناً بأن كل صراع لا يؤول إلى السلام هو عبث لا يعول عليه. كما أكد الرئيس السيسي سعي مصر للسلام باعتباره خيارها الاستراتيجي الذي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين وأن تحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني وتأمين حصوله على حقوقه المشروعة. ودعا الرئيس السيسي إلى تسهيل وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، كما دعا المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد. فإنني أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فوراً للمسار التفاوضي، تجنباً لحرائق ستشتعل فلن تترك قاسياً أو دانياً إلا وأحرقته. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط، وأؤكد بشكل واضح أن سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأؤكد بشكل واضح أن سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها
ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية. فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه، بل هو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا، آملين بأن تعلو أصوات السلام لتكف صرخات الأطفال وبكاء الأرامل ونحيب الأمهات، ولن يتأتى ذلك إلا بتوفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين فوراً، والعمل على منع تدهور الأحوال الإنسانية وتجنب سياسات العقاب الجماعي والحصار والتجويع والتهجير. وأؤكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. يعني بعد التحية، الاحتفالية تضمنت العديد من الاستعراضات وأبرزها استعراض المظلات والطائرات الحربية. كيف ترت تلك الاستعراضات، ولا سيما أنها تتزامن مع اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما أنها تضمنت أيضا وأظهرت جاهزية استعداد القوات المسلحة في السلم كما هو في وقت الحرب؟ اهلا وسهلا بحضراتكم بالساده المشاهدين. والحقيقه الاحتفال النهارده بالتخرج هو تجاوز الشكل البروتوكولي يمكن لاي قوات مسلحه في اي دوله، وارتفع بالمستوى الى وجود رسائل رد واضحه جدا، وده ظهر من عدد القوات المشترك وتنوعها. نلاقي قوات جوية وأيضا قوات المظلات وبأعداد كبيرة، وأيضا تزامن دقيق جدا وتوافق في دخول القوات المشتركة في العرض مع القوات الأرضية. وهذا التزامن والتوافق العالي جدا أنا شايف أنه هو يعني واضح تماما أنه نتاج تدريب محترف وتدريب مشترك ما بين هذه القوات وبعضها. فأنا شايف إن دي رسالة تردد واضحة جدا، إضافة إلى العرض الرائع برضو المتوافق مع بعضه بشكل قوي قوي. برضو كان كلمات السيد الرئيس واضحة جدا، وبتوضح إن ما يدور حاليا في المنطقة من اشتعال عالي جدا لكل نطاق الأمن المباشر لمصر، ده كان أمر غير مسبوق ما حصلش قبل كده. والحمد لله ان احنا داخليا دوله متماسكه ومسيطرين على الحدود، ودي امر مهم لمشروعات التنميه. اللي واضح جدا الحقيقه وبشكل يعني شايف ان هو كان في منتهى الاهميه، وهو توضيح الموضوع اللي بيحصل في غزه وان المخطط ده وراه ايه، وايضا الرسائل المشرفه من الرئيس اللي بيعبر عن إرادة المصريين إن إخراج المدنيين خارج دائرة الصراع من كلا الجانبين، ونوضح أيضا الجهود اللي بتقوم بها مصر لإيقاف هذا الصراع وإدخال المعدات والدعم الإنساني. أنا شايف إن هي الحقيقة العرض كان يعني تجاوز حدود البروتوكول مرة أخرى، وإدى رسائل مهمة جدا سواء للداخل والخارج. يعني إذا تحدثنا عن الرسائل التي كانت متضمنة لكلمة سيادة الرئيس، فهو أكد على السياسة المصرية وهي سياسة تهدف إلى السلام القائم على العدل، واصفا أي صراع لا يؤول إلى السلام بأنه صراع عبثي. صحيح، يعني إحنا يعني حد مثال، وإحنا 3 أكتوبر أو
احنا الحقيقه حاربناه علشان نحرك المشهد بصوره قويه جدا لاتجاه السلام، وده اللي فسر ايضا ان رئيس السادات الحقيقه ذهب الى اسرائيل وشرح السلام وفرض السلام واستجابوا. اذا هي كانت حرب من اجل السلام، الحرب لمجرد الحرب والقتل هي طبعا مشهد عبثي هيضر الجميع مش بس اللي في المنطقه، العالم كله. فهي دي نقطه انا شايف انها يعني مشهد في غزه مختلف تماما عن الحرب من اجل السلام. انا شايف انها حرب من اجل اقصاء الاخر وتهجيره. انا بتكلم على الفلسطينيين، وده امر انا شايف انه مش هيحصل. ويمكن انا الحقيقه كان يعني الوضوح الشديد لعدم تهجير الفلسطينيين لاي مكان حتى لو كان سيناء، ده امر مرفوض تماما، وده بيضرب القضيه الفلسطينيه في مقتل. وان احنا عندنا ضيوف في مصر من كل الدول يصل الى 9 مليون، دول ضيوف. لكن ان انا انتقال فلسطينيين من غزه وتفريغ الارض لضرب القضيه الفلسطينيه، ده كده مش هيبقى ضيوف، ده احنا كده بنأذي الفلسطينيين. هي تصفيه، تعد تصفيه للقضيه الفلسطينيه. بيصفوا القضيه لو الكلام ده حصل، ان شاء الله ما بالفعل. اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر بجيشها وشعبها واجهت التحديات بالتنمية والبناء والاصطفاف الوطني، وتصيغ على مدار عقد كامل صيغة للمستقبل منذ أن انحاز الجيش لإرادة المصريين وواجهوا معا قوى الشر والظلام. وأكد السيد الرئيس أن مصر وقيادتها وشعبها عقدوا العزم على أن تظل مصر في صدارة الأمم، وأن ينعم شعبها بحياة كريمة تليق بهم وبجيش مصر وشعبها. السيدات والسادة، الحضور الكريم، إن مصر بجيشها وشعبها يصيغون على مدار عقد كامل صيغة للمستقبل منذ أن انحاز الجيش لإرادة المصريين وواجهوا معا قوى الشر والظلام التي أرادت أن تطفئ نور الوطن، وكانت إرادة الله أن يظل نور مصر باقياً ليفيض على العالم بالسلام والمحبة. واجهنا الإرهاب والترويع، استعدنا بناء المؤسسات، واجهنا التحديات بالتنمية والبناء، وسنظل نواجه كل التحديات بإصرار وعزيمة وباصطفافنا الوطني عاقدين العزم أن تظل مصرنا العزيزة في صدارة الأمم، وأن ينعم شعبها بحياة كريمة تليق بها وبجيش مصر وشعبها. وبالله من قبل ومن بعد، ستحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وللحديث حول تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية، ينضم إلينا هاتفيا المستشار محمد الأجرود، أمين أمانة حزب حماة وطن بمحافظة كفر الشيخ. يعني بعد التحية، كيف قرأت الرسائل التي بعث بها السيد الرئيس والحديث بشكل صريح ومباشر أن مصر لن تخذل أمتها العربية ولن تخذلها أبدا؟ حقيقة الأمر، حقيقة الأمر يأتي خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الليلة وسط مرحلة تاريخية جد خطيرة وجد دقيقة.
قد يترتب عليها مصير ومستقبل المنطقة بل والعالم بأسره. هذا الخطاب المتوازن الشديد الدقة والذي تناول كافة جنبات الموضوع محليا وإقليميا وعالميا تاريخيا وجغرافيا لا يؤكد مدى قدرة مصر وقيادتها الحكيمة على استيعاب تداعيات المرحلة التي نحياها. لا يستطيع أحد أن ينكر مدى ما بذلته مصر في سبيل القضية العربية منذ عام 48 وحتى الآن، وما قامت به مصر في خلال هذه الأعوام من التصدي لكافة المخططات التي تهدف إلى تقسيم المنطقة منذ معاهدة روجرز ومرورا بكونديليزا رايس والشرق الأوسط الجديد وتقسيم المنطقة وما إلى ذلك من أمور حتى وصلنا إلى عام 2008 وما تم فيه من محاولة الدفع أيضا بمحاولة إدخال بعض الغزاويين إلى سيناء. كان السيد الرئيس دقيقا فيما يتعلق بمسألة مدى قوة مصر على حماية حدودها، إلا أن السيد الرئيس أشار إلى أنه لابد من تماسك القوة الداخلية خلف القيادة السياسية. صحيح. تلك القوة التي لم يتأخر الجيش المصري في تلبية طلباتها حين طلب عام 2011 في أكثر من موقف، فكانت القوات المسلحة المصرية وبحق ملبية لطلبات الشعب، فضلا عن أن الشعب المصري لم يغزل القوات المسلحة وقواته طوال تاريخها، ذلك أن عقيدة الشعب المصري وعقيدة القوات المسلحة المصرية القتالية مستقاة من باطن هذا الشعب. أيها الإعلام المتميز، انظر إلى المنطقة من حولنا وحزام النار الذي أشار إليه السيد الرئيس. صحيح. في هذه الأحوال تقف مصر مرفوعة الهامة والقامة آمنة تستقبل 9 مليون من الضيوف. التعبير الراقي الذي قاله السيد الرئيس، لا توجد مخيمات يؤخذ عنها تعويضات أو يؤخذ عنها معونات أو يؤخذ عنها كما هو موجود في بعض الدول الأخرى المجاورة، لا يؤكد أن هذا الأمر يختلف اختلافا جذريا. صحيح. عما يحدث في الأراضي المحتلة خاصة غزة، لأن ذلك يعني ضياع القضية الفلسطينية. صحيح. التي لم تتأخر. وحتى السيد الرئيس يعني وصف ذلك بأن يعني نزوح الفلسطينيين يعني يساوي أو يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل مباشر. أشكرك شكرا جزيلا المستشار محمد الأجرود أمين أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ.
تابعنا مع حضراتكم حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، ونعيد على حضراتكم الآن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل التخريج. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أبنائي وبناتي من خريجي الكليات العسكرية، رجال جيش مصر الأبطال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبلغ سعادتي مداها ونحن نحتفل اليوم معا بتخريج جيل جديد من أبناء مصر الذين تعلموا في مدرسة العسكرية المصرية، تعلموا مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة، وأعادوا الله واهبين أنفسهم للوطن محافظين على أرضه ومقدرات شعبه. اختاروا أن يكونوا درع الوطن وسيفه، تسلحوا بالإيمان والعلم والوطنية في هذه الأكاديمية العسكرية العريقة. أوجه لكم تهنئة ممزوجة بكل الأمنيات القلبية الطيبة بانضمامكم إلى صفوف القوات المسلحة المصرية لتنضموا إلى خير أجناد الأرض. كما يطيب لي أن أعرب عن عظيم التهاني لأسركم الكريمة الذين يحصدون اليوم ثمار ما زرعوه في نفوسكم ووجدانكم من قيم ومبادئ، وأقدم لهم التحية الواجبة. وأود كذلك أن أغتنم هذه الفرصة مع هذا الجمع الكريم لتوجيه تحية تقدير وإجلال لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم ليظل هذا الوطن باقياً وتظل كرامته مصونة ورايته عالية خفاقة بين الأمم. شعب مصر العظيم، وجه حديثي إليكم وإلى كل شعوب الأرض بكلمات واضحة وعبارات لا تحتمل تأويلاً. إن حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا قد صاغوا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري، ما جعل مصر دائماً وأبداً في صدارة الدفاع عن الأمة العربية، مقدمة الدماء والتضحيات، باذلة كل ما تملك من أجل الحق العربي المشروع. حين كانت الحرب فكنا مقاتلين، وكان السلام فكنا له مبادرين. لم نخذل أمتنا العربية ولن نخذلها أبدا. واليوم ونحن في قلب تطورات شديدة الخطورة وسعي دؤوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها، الساعي لإقرار السلام القائم على العدل وعلى مبادئ أوسلو والمبادرة العربية للسلام ومقررات الشرعية الدولية، إلى تصعيد ينحرف عن هذا المسار وإلى صراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم. صراعات تخل بمبادئ القانون الدولي والإنساني
وتخالف مبادئ الأديان والأخلاق. وإدراكاً مني ويقيناً بأن كل صراع لا يؤول إلى السلام هو عبث لا يعول عليه، فإنني أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فوراً للمسار التفاوضي، تجنباً لحرائق ستشتعل فلن تترك قاسياً أو دانياً إلا وأحرقته. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط، وأؤكد بشكل واضح أن سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ وأؤكد بشكل واضح أن سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية. فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه، بل هو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا، آملين بأن تعلو أصوات السلام لتكف صرخات الأطفال وبكاء الأرامل ونحيب الأمهات، ولن يتأتى ذلك إلا بتوفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين فوراً، والعمل على منع تدهور الأحوال الإنسانية وتجنب سياسات العقاب الجماعي والحصار والتجويع والتهجير. وأؤكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. السيدات والسادة، الحضور الكريم، إن مصر بجيشها وشعبها يصيغون على مدار عقد كامل صيغة للمستقبل، منذ أن انحاز الجيش لإرادة المصريين وواجهوا معاً قوى الشر والظلام التي أرادت أن تطفئ نور الوطن، وكانت إرادة الله أن يظل نور مصر باقياً ليفيض على العالم بالسلام والمحبة. واجهنا الإرهاب والترويع، استعدنا بناء المؤسسات، واجهنا التحديات بالتنمية والبناء، وسنظل نواجه كل التحديات بإصرار وعزيمة وباصطفافنا الوطني، عاقدين العزم أن تظل مصرنا العزيزة في صدارة الأمم، وأن ينعم شعبها بحياة كريمة تليق بها وبجيش مصر وشعبها. وبالله من قبل ومن بعد، ستحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خلصت الكلمة
واسمحوا لي ان انا اتحدث معكم كالعاده يعني. اليوم محمد لو سمحت اعمل جنبا سلاح. مجموعات الارض العسكري جنبا سلاح. مره ثانيه بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اقول لكم امر مهم جدا. الامم بتصمد مش بس بقيادتها، الأمم بتصمد بشعبها وبقيادتها. وبالتالي أمر مهم قوي إن إحنا نبقى واخدين بالنا من التحديات اللي موجودة في منطقتنا. وأرجو منكم جميعا يعني شوفوا وراجعوا وتابعوا الأوضاع اللي موجودة على حدودنا الغربية وعلى حدودنا الجنوبية وعلى حدودنا الشرقية. الآن هتجدوا دايما إنها لحكمة لا نعلمها مشتعلة. وأنا عايز أقول للمصريين البسطاء، لما يكون لك جار بس عنده مشكلة صغيرة أنت بتتأثر بيها، تصور بقى لو الجار ده البيت بتاعه مشتعل، البيت بتاعه مشتعل، فالبيوت حوالين مننا مشتعلة كلها. لكن شاهد إرادة ربنا سبحانه وتعالى أن تظل مصر آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة. يمكن تكون في صعوبات وفي تحديات موجودة، لكن الأمر المهم إن نحن نفضل ثابتين وصامدين، ومش بس كده، وآملين ومتفائلين بالله سبحانه وتعالى. عايز أقول لكم، والكلام ده أنا يمكن كررته كتير، مصر بتدير سياستها بشكل يعني يهدف في الأمر في الأول وفي الآخر إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون. دي سياستنا منذ يعني مش بس حتى عشان أكون منصف، مش بس حتى في الفترة اللي احنا تولينا فيها المسؤولية، لا حتى قبل كده. وكنا دايما حريصين على ان احنا يعني لا نتطلع ابدا خارج حدودنا، يعني حدودنا اللي احنا موجودة منذ مئات وآلاف السنين لمصر هي الحدود القائمة، ولم يكن لمصر ابدا تطلعات لتجاوز هذه الحدود او الطمع في حدود او في ارض او في قدرات الاخرين. كنا دايما راضيين باللي ربنا سبحانه وتعالى يعني اعطاه لنا وبنعمل بيه. المرحله اللي احنا موجودين فيها مرحله صعبه جدا، وانا مش عايز اقول كلام كتير، اكيد انتم متابعين كل شيء، واحنا بنبذل جهد كبير جدا جدا لاحتواء التصعيد اللي موجود والاقتتال اللي موجود، وبنحاول نصل إلى وقف الاقتتال وأيضا التخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. واتصالاتنا لا تنتهي، احنا بنكلم الجميع، القادة والمسؤولين وهم كمان بيكلمونا، الكل مهتم، واحنا حريصين على ان احنا المساعدات سواء كانت طبية او انسانية في الوقت الصعب ده تصل الى القطاع. انا بقول كده للناس كلها عشان في الفترة اللي احنا موجودين فيها ديت بيتردد كلام كتير
وبيبقى في شائعات وفي مغرضين، فأنا حبيت بس أكد لكم إن إحنا مش ساكتين وبنتحرك مع أشقائنا قادة الدول العربية وأيضا مع أصدقائنا وحلفائنا من أجل إيجاد حل لهذا الموضوع. مش عايزين زي يمكن ما تقال يعني العاطفة، طبعا طبعا نحن متعاطفين، لكن خلي بالكم عايزين واحنا بنتعاطف نكون دايما بنتعامل يعني برضو بعقولنا عشان نصل إلى يعني إلى السلام وإلى الأمان بشكل يعني لا يكلفنا الكثير، لا يكلفنا الكثير. ده مش معناه ان احنا مش عايزين نتكلف، لا، احنا بنقول احنا مستعدين نتكلف في اطار قدرتنا وفي اطار امكانياتنا، واحنا لم نسبب مشكلة لحد، بل بالعكس احنا بنتكلم وعندنا 9 مليون من الضيوف، انا زي ما بقول من دول كتير قوي جم هنا مصر عشان الامن والامان والسلم والسلام. لكن بالنسبه للقطاع انا بقول ان الخطوره هناك خطوره كبيره قوي، لانها تعني تصفيه القضيه ديت، تصفيه القضيه ديت. فمهم قوي ان احنا نبقى منتبهين لده. انا قلت الاول الرقم والناس اللي موجوده واللي احنا استقبلناهم عندما كان الامر يتعلق بمشاكل يعني امنيه في بلاد هؤلاء الضيوف يعني، انما الامر هناك مختلف. القضيه دي قضيه القضايا وقضيه العرب كلها، ومهم ان شعبها يفضل صامد ومتواجد على أرضه، وإحنا هنبذل أقصى جهد. عشان نخفف عنه. هنا بالنسبة للمصريين أنا عارف إن التحديات بقالنا تقريبا من 2011 والظروف صعبة ومن أزمة لأزمة، لكن عزائنا إن ربنا سبحانه وتعالى بيسلم البلد ديت من كل شر وسوء، وكان الأمر مرتبط مش هقول بحاجة بسيطة حياة وتكلفتها، لكن في فرق كبير جدا بين تكاليف حياة وبين إهدار حياة. بين تكاليف حياة ممكن تبقى غالية علينا وبين إهدار حياة وخراب دول. مصر هتفضل بفضل الله سبحانه وتعالى باقية صامدة قادرة بيكم أنتم، ومحدش هيقدر، محدش يستطيع المساس بمصر إلا من خلالكم. لكن قدرة مصر على تأمين نفسها وحماية نفسها بفضل الله سبحانه وتعالى كافية، لكن شعبها كمان هو كمان مسؤول معانا على حفظ مصر وأمنها. اوعوا حد يزين لكم أو يفتنكم ويخليكم يعني كفاية خراب الدول الأخرى. مش عايز أطول عليكم أكتر من كده. مبروك أبنائنا وبناتنا اللي اتخرجوا النهاردة، ومبروك لأسركم، وربنا يا رب يحفظكم وتبقوا دايما ذخر وقوة وقدرة لمصر.
شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعنا مع حضراتكم كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديميات والكليات العسكرية، والآن ننتقل إلى التاسعة مع الزميلة هدير أبو زيد. مساء الخير هدير. مساء الخير محمد. مساء الخير يا أميرة. بشكركم وبشكر كل صناع نشرة التاسعة، وبالتأكيد متابعة خريجي كليات المعاهد العسكرية كمان شيء الحقيقة بيشعرنا بالفخر والعزة طول الوقت، وإحنا يعني نشاهد هذه المشاهد بانضمامهم لخير أجناد الأرض. ونبارك لكل أسرهم، ويعني بنشكرهم على هذه التربية اللي النهاردة بنشوف فيها هؤلاء الخريجين في أفضل. مشهد عظيم جدا، ويعني كل مصري يعني يفتخر ويذهب اللي شافه النهاردة. وكمان هدير، كلمة السيد الرئيس كانت كلمة في غاية الأهمية في لحظة عصيبة جدا بتمر بها المنطقة. أكيد هيكون معاكي متابعة في التاسعة للرسائل اللي بعت بيها الرئيس في كلمته النهارده. صحيح يا محمد، رسائل عدة واضحة وجلية للداخل المصري وللعالم حملتها كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في حفل تخريج يعني خريجي الكليات العسكرية. بشكركم شكرا جزيلا، واستأذنكم نبدأ حلقتنا. تفضلي.